بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في محاضرة رقم 26 الميكروبيولوجي، اللي راح نتحدث بيها عن الكلاميديا والسبايروكيت. إن شاء الله راح نتعرف على الخصائص المطرية واللاب دايجنوسيس والكلتشر مالت. الكلاميديا والسبايروكيتس هما بالحقيقة ما يصنفون ضمن لما سابقا، خصوصا الكلاميديا ما كانت تصنف ضمن البكتيريا، وإنما كانت تصنف ضمن الفيروسات، لأنه هي obligate parasite، تنمو داخل الخلية، طفيلة إجباري داخل الخلايا، ما تقدر تستغل الطاقة مالت الـ ATP، ما تقدر تاخذها إلا من خلال خلية المضيف أو خلية العائل الهوست. بعدين تم إدراجها كبكتيريا نتيجة لأنه الجدار مالتها يتكون من تراكيب مشابهة لجرام نيجاتيف بكتيريا، فقط ينقصها أنه البابتيدو جلايكان اللي متكون من البابتيدو والجلايكان، والجلايكان متكون من ان اسيتيلميوماريك اسيد وان اسيتيلجلوكوزامين مثل ما مر علينا بالمحاضرات السابقه. هذه البكتيريا غير حاويه على ان اسيتيلميوماريك اسيد، فجدارها الخلوي هو مشابه للجرام نيجاتيف لكن غير حاوي على ان اسيتيلميوماريك اسيد. طبعا هي تصنف ضمن على حسب الخصائص الانتيجينيه على سطحها، أو وجود أجسام نسميها انترا انكلوجن، هذا تتكون أثناء ما البكتيريا تغزو خلية العائل، أو نقدر نصنفها على حساسيتها للسلفونام سلفا سلفا دازاين، حساسيتها للسلفا دازاين أو إنتاجيتها للأمراض. على هذه الحالة وعلى هذا الأساس نصنف الكلاميديا إلى كلاميديا تروبامايتس، كلاميديا نيمونيا، وكلاميديا ستايسي. ممكن بقية أنواع الكلاميديا ممكن تصيب الحيوانات وتصيب الإنسان بنفس الوقت. الخصائص المظهرية مال الكلاميديا تقريبا متشابهة بين كل الأجناس، فقط تختلف بالانتجينات ستركتشر موجودة على السطح مالتها. هذه البكتيريا لها دورة حياة متميزة تختلف عن باقي البكتيريات بأنه بها طورين. الطور الأول هو الإليمنتري بدي اللي يكون بصغير جدا، حجم الخلية البكتيريا صغير جدا، ويمثل الطور الغازي أو المصيب infectious. والطور الثاني هو الريكتيلر بدي واللي هو الطور الشبكي اللي تكون بكتيريا داخل خلية العائل وتتكاثر وتستغل الـ ATP. هي جرام نيجاتيف بكتيريا صنفناها على أساس أنه هي تحتوي على نفس التراكيب ما عدا ناقصاً NSTLMUMARIC acid. قلنا ما تقدر تنتج الطاقة ولكن تستغل الطاقة بشكل ATP من خلايا العائل، وهي obligate intracellular pathogen، يعني مجبرة أنه تكون طفيلية مثل مخارج الخلايا. الديفلوبمنت سايكل، دورة الكلاميديا، تقريبا كل الكلاميديات يشاركن بطورين يسمونه باي فيزيك ديفلوبمنت سايكل، طور ثنائي. وهذا الطور هو الاول قلنا عليه معدي جدا موجود بالطبيعه او بالانفايرومنت، يسمونه اليمنتري بادي. اليمنتري يعني ابتدائي او الطور الاساسي او الطور الاولي، اليمنتري بادي اي بي، وهذا يكون حجمه تقريبا 0.3 مايكرو متر، يعني جدا صغير قريب من حجم الفيروسات، ويحتوي على الكترونيك دينس نيكولويد
يعني الدي ان اي مالته بشكل كثيف داخل الخليه او داخل هذا الالمنتري بودي. الالمنتري بودي عنده بروتينات متشابكه فيما بينها، بروتينات السطح مالتها هي ذات افينيتي عاليه او الفه عاليه مع خلايا المضيف، بحيث انه تقدر تلتصق على السطح الخليه المضيف و تدخلها. فالتفاعلات بين الالمنتري بودي، البروتينات موجوده على سطحه بالممبرين مالته، وشيء على سطح الخليه يسمونه هيبارين سلفيت بروتيوغلايكان، هذا موجود بسطح الخليه مثل المستقبل، يستقبل الالمنتري بودي. بعدين من لما استقبله، الخطوه الثانيه راح انه يصير عمليه بايندينج غير قابل للرجوع، يعني التصاق هذا الريسبتورات خلايا العائل بالإليمنتري بودي يشكل التحام او التصاق غير قابل للرجوع، يعني ما ينفكر، لازم تدخل الإليمنتري بودي، لازم يدخل بعدين بالخطوة الوراها، يكمل الخطوة الوراها يدخل داخل خلية المضيف. طبعا اكو عده عوامل من هالمالتيبل ادهيجن اللي تسبب لنا عمليه الالتصاق، مثل اوتر ممبرين كومبلكس بي، هذا موجود بالاليمنتري بودي، وشيء ثاني يسمونه ميجر اوتر ممبرين ام او بي، اذا او ام سي بي و ام او بي، هذني هن اللي يساهمن في الالتصاق الالمنتري بودي بخليه العائل. بعد ان يتم الالتصاق تبدي عمليه انجولفمنت او دخول الالمنتري بودي وفق نظام خاص بالبكتيريا يسمونه تايب 3 سكريشن سيستم، انه البكتيريا تبدي اما تدخل عن طريق البينوسيس، يعني تحفر داخل جدار الخلية وتدخل، أو يصير لها engulfment، الخلية العائل لنفسها تحتوي على الـ EMB أو تحتضنه. الـ structure and chemical composition بالكلاميديا، الـ outer membrane أو cell wall مالتها هو gram negative bacteria، متكون من كمية كبيرة من الليبيد الدهن، تحتوي على اللايبوبوليساكرايد، وهو بما قد ما قليل بس قوي أو صلب، بحيث أنه يمنع الخلية من الانفجار، وايضا يحتوي على البيبتيدوغلايكان ناقصا الانستيل ميوماريك اسيد. مثل ما قلنا انه اللي عامل العوامل اللي تساهم في التصاقها من الميجر اوتر ممبرين بروتين، هذا يشفر له بواسطه ام او بي اي، وهذا الانتيجين فارييشن او هذه التراكيب الموجوده على سطح البكتيريا هي اللي تغير بالتروكومات كلاميديا تروكوماتيس، واللي راح بهاي الحاله يعطينا سيروفارات تقريبا بحدود 18 سيروفار للتروكوماتيس. اكو اشياء موجوده على سطح الكلاميديا يسمونها بنسلين بايندينج بروتينات، بروتينات ترتبط بالبنسلين او تخلي الجدار ما يتكون، تثبط عملية نمو الجدار للبكتيريا، وبذلك في عملية اثناء ما البيبتيدوغلايكان يتحول في عملية يسمونها ترانسبيبتيديشن، هذا البنسلين يتحد بالبنسلين بايندينج بروتين ويمنعه من التكون، يمنع جدار البيبتيدوغلايكان من التكون. اللايسوزايم ما يقدر يشتغل على جدار السيل وول مال الكلاميديا، السبب لانه الانستيل ميوماريك اسيد يتصل بالانستيل جلوكوزامين ضمن اصره، هذا الاصره او هذا الانستيل ميوماريك اسيد ما موجود، اذا الاصره ما موجوده اللايزوزايم ما يشتغل عليها، فلذلك اللايزوزايم غير فعال او الجسم الحال غير فعال اللي ينتج بواسطه مايكروفاج او غيره.
طبعا فاتنا نقول انه الكلاميديا تحتوي على الار ان اي والدي ان اي، وهذا ما يسهلي عن الفيروسات، لان الفيروسات اما دي ان اي او ار ان اي على حسب السترانات، اما نيجاتيف او بوزيتيف ستراند ناخذها بعدين بالفيروسات. فالالمنتري بودي يحتوي كميه متساويه من الار ان اي والدي ان اي. الدي ان اي موجود داخل، كنا داخل بشكل كثيف داخل الالمنتري بودي، والار ان اي موجود في قطع الرايبوزوم الموجوده في داخل الالمنتري بودي ايضا، بس مو بالسنتر. يعني الجينوم مال الكلاميديا هو 1.04 ميجا بيس بير، وهذا تقريبا الطول مالته ربع الجينوم مال الاشيريشيا كولاي، او تقدر تشفر الى 900 جين. هذا 900 جين ممكن تسبب لي انتاج انواع مختلفه من الكلاميديا او سيروفار من الكلاميديا، او تنتج امراض او غيره. عمليه تصبغ الكلاميديا ممكن ان نصبغها بالجرام ستين، بس ما تظهر عندنا بصوره واضحه، لانه قلنا الجدار مالتها رقيق جدا، طبقه خفيفه من البيبتيدو جلايكان، ولذلك نستخدم لها صبغه الجمزه، جمزه ستين. الاليمنتري بودي ينصبغ بلون بربل، من تري صبغ العينه، من تجيب العينه تسحبها وتصبغها يطلع عندك لون الاليمنتري بودي بنفسجي، بينما لون الريكتولار بودي الطور الثاني اللي داخل البكتيريا داخل الخلية العائل اللي يتقسم، هذا يكون لونه بلو، يعني مشابه للون الجمزة اللي تصبغ به السيتوبلازم لخلية العائل، فما تقدر تميزه. المهم اللي تميزه فقط انه وجود الاليمنتري بودي اللي راح يصطبغ بلون بنفسجي. الجرام ستين قلنا هي نيجاتيف، بس ما نقدر نستخدمها بالتشخيص مالتها، لانه يقول نوت يوزفول، غير مفيده. اكو اجسام قلنا تنتج يسمونها انكلوجن بودي، هذه اللي هي نتيجه نشاط الاي بي والاي والار بي، الاليمنتري والريكتلر بودي. هذه الانكلوجين تطلع بصورة برايتلي مضيئة او لامعة بالاميونو فلوريسنت، هذه البكتيريا نشوفها اما بالدارك فيلد اما بالاميونو فلوريسنت. واكو عندنا اشياء يسمونها جروب سبيسيفيك او سبيسيفيك سبيسيفيك او سيروفار سبيسيفيك انتيبادي، يعني هذه على حسب وجودها بالمستشفيات او الوحدات الطبية او المختبرات. الانتيبادي الموجود عندنا اللي سوي بيه تفاعل الاكلوتينيشن واشوف بيه اميون الفلوريسنت، يلتصق بالانتيجينات الموجودة على سطح البكتيريا ويعطيني اضاءة فلوريسينية، يا اما خاصة بالجروب ككلاميديا كلها ككل وهذا الموجود الشائع يعني، او خاصة بالسيروفار، يعني كل كلاميديا تروكوماتس سيروفار لها سبيسيفيك انتيبادي خاص بيه ممكن ان يتوفر. ايضا الكلاميديا تروكوماتس ممكن او غيرها من الكلاميديات ممكن انميها على خليه ماكوي، هذه خلايا سيل لاين بالمختبر لغرض الزراعه، وتصبغها ايضا وتسوي لها فلوريسنت انتيبودي، تقدر تشوفها او سبيسيفيك انتيجين تجينات خاصه تشوفها انه تحت الفلوريسنت، او يعني تزرعها داخل الماكوي بعدين تصبغها وشوفها معلمة بواسطة الانتيبودين انتيجين رياكشن. التصنيف مال الكلاميديا، الكلاميديا هي كائن ممرض للخلايا للعائل، ولكن اللي يهمنا منها ثلاث انواع، ثلاث سبيشيزات في هذا الجنس، هي ممرضة للإنسان.
على حسب اللي الهوست رينج يعني المضيف اللي تصيبه او المكان اللي تصيبه او الاختلافات الانتيجينيه اللي بيها او طرق اخرى من انكلوجن وغيرها. فمثلا هذا الجدول يوضح عندنا الثلاث انواع المصيبه اللي هي المصيبه الانسان او الممرضة الانسان اللي هي كلاميديا تروكوماتس، كلاميديا نيمونيوس، كلاميديا ستيسي. الانكلوجن مورفولوجي راوند فاسكولار راوند دنس ولارج. الكلايكوجين انكلوجن، هذا الكلايكوجين انكلوجن جدا مهم، موجود بالتروكوماتس او اجسام الكلايكوجينية الموجودة فقط بالتروكوماتس، غير موجودة بالنيمونيا وغير موجودة بالستيسي. الحساسية للسلفونامايد ايضا جدا مهمة، الكلاميديا تروكوماتس حساسة بينما البقية غير حساسات. السيروفارات عندنا 15 الى 18 بالكلاميديا، 1 بالنيمونيا، وتقريبا 4 او 5 بالستيسي. الناتشرال هوست هو هيومن بالنسبة للكلاميديا، هيومن اند انيمال بالنيمونيا، وبالبيرد او بالستيسي فقط الطيور. المود اوف ترانسميشن بيرسون تو بيرسون مادر تو انفنت، هذا بالنسبه للكلاميديا. بالنسبه للنيمونيا اما محموله بالهواء ايربورن بيرسون تو بيرسون، وبالنسبه للستيسي هي ايربورن محموله بالهواء ولكن هي خراجات الطيور الى الانسان. الامراض اللي تسببها بالنسبه للكلاميديا تسبب تراخوما او الرمد، STDS اللي هو sexual transmission disease، و infant pneumonia يعني ذات الرئة للأطفال الرضع، LGV اللي هي lymphoma granuloma vernum. بالنسبة لكلاميديا نيموني سبب نيمونيا، برونكياتس، فارنجيتس، سينايتس يعني حتى التهاب الجيوب الأنفية والتهاب البلعوم وغير القصبات. الستيسيس تسبب مرض ستيكوسيس نيمونيا وحمى غير معروفة المصدر. الكلاميديا تراكوماتس قلنا هذا النوع ينتج انترا سايتوبلازميك انكلوجين، ينتج مواد في داخل السايتوبلازم الخلايا العائل تحتوي على الكلايكوجين مثل ما مر علينا بالجدول، وهي عادة تثبط بالسلفونامايد أيضا مر علينا بالجدول. والأمراض اللي تسببها تراكوما، كونجيفايتس، نانكوكال يوريثرايتس يعني الغير التهاب الإحليل غير المتسبب بواسطة الجوناريا، نسيريا جوناريا، سبلينجيتس اللي هو التهاب قنوات فالوب في المرأة، سيفريسايتس اللي هو التهاب عنق الرحم، نيمايتس ان انفنت، والجيفي. كلاميديا نيمونيا هذا النوع ينتج مواد داخل انكلوجين داخل او اجسام داخل السيتوبلازم لخلية العائد غير حاوي على الجلايكوجين، وهذا النوع ايضا مقاوم للسلفونامايد وتسبب ريسبيراتوري تراك انفكشن في الهيومن، التهاب القناة التنفسية في الانسان. الكلاميديا ستيسي هذا ايضا ينتج لي اجسام موجودة داخل الانتراسيلولار بلازميك اوف هوست سيل ذات لاكينج كلايكوجين، غير حاوية على الكلايكوجين ايضا، وهي مقاومة ايضا للسلفونامايد حالها حال كلاميديا نيمونيا. هذا المرض هو يسبب او هذا الجنس مسؤول عن او النوع مسؤول عن استيكوسيس بالانسان او اورنيثوسيس اللي هو التهاب يصيب الطيور الزينه، بيرد اوف فلاين نيمونايتس سبب النيمونايتس، او امراض حيوانيه اخرى.
التشخيص المختبر العينات ممكن تجمعها بال على حسب نوع الإصابة بالكلاميديا، ولأنه الكلاميديا هي obligate parasite طفيلي مجبر، فمن المهم أنه نأخذ العينات من الخلايا اللي مصابة اللي موجودة بيها وحتى نشتغل عليها. التشخيص مالتها يكون يا اما نيوكليك اسيد ديتكشن، وهذا يتم عن طريق نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست NAATS بواسطة بي سي ار يعني، وهذا يحدد لي منه بالضبط النوع على حسب الدي ان اي الموجود عندنا او البرايمرات الموجودة عندنا. الدايركت سايتولوجيك اكزامينيشن دايركت فلوريسنت انتي بودي اند انزيم لينكد اميون اسي، هذه موجودات كتات خاصة لها بالفلوريسنت انتي بودي دي اف اي، او بواسطة الانزيم لينكد اميون اسي اي اي يعني الايزا، واسوي لها تشخيص ايضا لحسب النوع او الجنس، مثلا عندنا الكلاميديا تريكوماتيس. الزراعة الكلاميديا تريكوماتيس مرت بعدة اطوار، منها انه ممكن انه نزرعها على خلايا، ولكن هاي جدا غالية ومكلفة، ولكن بعدين تطورنا الى ان وصلنا الى تشخيصها عن طريق البي سي ار او طريق NAATS اللي مر علينا، اللي هو عن طريق برامرات او غيره. الزراعة تكون اقل حساسية من النات، وهذا النات حساسيته جدا عالية اعلى من الزراعة او غيرها. ممكن انه في قسم من المختبرات اللي يستعملونها كمختبرات سيطرة يزرعون البكتيريا على خلايا خاصة، منها المكوي والهلة 229 والاتش بي 2 هاي اللي مرت علينا بالانتيرو بكتيرياسي، اللي قلنا بكتيريا الاشيريشيا كلها يسبب لها احد انواع يسبب لها تراصف الخلايا بشكل يشبه الطابو. طبعا هذه الخلايا تتنمى على شكل مونو لاير، طبقة احادية على فيالات او درامات خاصة او سلايدا او اطباق خاصة. التشخيص السيريولوجي اكو احنا مر علينا قلنا انه هي عندها انتيجينات خاصة بسطحها، فيختلف من نوع الى نوع او من سبيشيز الى سبيشيز، فعلى هذا الاساس ممكن انه استخدم سيرم انتيبودي الاجسام المضادة الموجودة بالسيرم واسوي لها جلوتينيشن او يطلع التشخيص عندي عالي، خاصة في العيارية عالية خاصة في التراكومات او التراخوما، وهذه تظهر اثناء الطور الحاد او الطور او بعد الاصابة. الجنس الثاني هو السبايروكيت. هاي السبايروكيت او هي شكلها سبايرال حلزوني يعني تشبه الافعى خلينا نقول، وهي متحركه موتايل. العائله سبايروكيتيسي بيها اثنين جينيرا، الاول البوريليا والثاني تروبونيما. عائله اخرى كانت وياها مندمجه ولكن قسموها بشكل عائله اللي هي ليبتوسبيريسي، بيها جينس واحد هو الليبتوسبورا. كلهن تقريبا سبايرال، ولكن يختلفن بالحجم والشكل والهوكات الموجودة. مثلا الليبتوسبورا بنهايتها هوك كلاب، البقية ما بنهايتها. التريبانوما تكون رفيعة، بينما البوريلا تكون أسمك منها. التريبانوما اللي جنس هذا فقط اللي راح ناخذه هو التريبانوما باليديا اللي يسبب السفلس. شكلها طويل سلندر اسطواني وحلزونية ملواية على شكل سبايرال ملتوية،
وتدخل بحركة جدا مهمة. حركتها هي كراو سكرو شيب باسيلاي أو شكل الدريل إذا أريد أن ترجم. حركتها تشبه حركة الدريل. التريبيونا بالليديوم عندها شيت خارجي أو ترشيت غلاف خارجي متكون من جلوكوز أمين جلايكان هذا الجدار الخارجي أو الأوتر شيت مالته. عندها أيضا تركيب جدا مهم يسمونه الإندوفلاجيلا، تتحرك بواسطة، إحنا قلنا هي موتايل متحركة، لكن الفلاجيلا مالتها موجود داخل الجسم مالتها يسمونه إندوفلاجيلا أو إكزيال فيلمنت. وهذا الإكزيال فيلمنت مغطى أو تحت الأوتر شيت وقريب من البري بلازميك سبيس، يعني البري بلازميك سبيس يحيط به من تحت ومن برا هو الأوتر ممبرين. الاندفلاجيلا هو يحرك البكتيريا قلنا، هو يمكنها من الحركة و موجود داخل السيتوبلازم ويعطيها اوزموتيك او استيبلتي ثباتيه ضد الاوزموزيه او النضوح. و بيها ايضا بالبكتيريا سيريز اوف سيتوبلازميك تيوبيول اونيبيبات يسمونها بادي فايبرلز قريبه من السطح الداخلي. واللي عندنا ميزة إلها إنه تريبانوسومات كلهن يتكاثرن أو يتكاثرن بواسطة ترانسفير فيجن، مو باينري فيجن اللي هو المر علينا بالقسام البكتيريا، هذه تتكاثر بواسطة ترانسفير فيجن فيشن سوري. تريبانوما باليديوم اللي تكون السفلس أو تنتج مرض السفلس. التيبيكال اورجانيزم هذا مالته الخصائص المظهريه له انه يكون سبايرال سلندر اسطواني حلزوني قياساته 2 مايكرو متر والعرض مالته 5 الى 15 والطول مالته ايضا 5 الى 15 وعاده يوصل الى 1 مايكرو متر بالنسبة للكويلز مالته اللفات مالته بين واحد وواحد كل واحد مايكرو ليتر صير لنا حلزونية واحدة أو كويل واحد. هذا الأورجانزم جدا متحرك بواسطة الاندوفلاجيلا مالته اللي مر علينا أو يسمونه الأكزيال فيلمنت. وهذه السبايرال هي قلنا رفيعة ثن وممكن اشوفها بالدارك فيلد فقط وما تصطبغ بالالينين داي صبغة الالينين ولكن ممكن ان اشوفها داخل النسيج من اصبغ النسيج بالسيلفر امبجريشن ميثود طريقة التصبيغ بواسطة السيلفر او الفضة. الزراعة تريبانوسوما باليديا ما زرعوها على اي وسط او على اي ميديا او على اي خلية كلتشر بس اكو الها سسبنشن فلويد سائل خاص بها سائل معلق تحفظ به ممكن انه تبقى متحركة به لمدة 6 ايام في درجة 25 درجة مئوية. بالنسبة للبلد أو البلازما المحفوظ بدرجة 4 درجة سيليزية ممكن أنه يبقى التريبانوما حي بها لمدة 24 ساعة. لذلك لا يتم عملية نقل الدم مباشرة من شخص إلى شخص إلا أن يمر لفترة طويلة
ضمانا لموت هذه البكتيريا. الرياكشن اند فيسيولوجيكال اند كيميكال ايجنت، تفاعلات الفيزيائيه والكيميائيه. الجفاف يموت هذه البكتيريا بصوره سريعه، وخاص وكذلك ارتفاع درجة حرارة إلى درجة 42 درجة مئوية. ممكن أنه تنقتل بصورة سريعة جدا بواسطة الأرسنال أو الزئبق أو البزموث، ولذلك هي كانوا السفلس سابقا يعالجون بهذه المواد سابقا. البنسلين هو قاتل للبكتيريا، بكتيريا سيدال أو تريبانو سيدال، بتراكيز معينة، والقتل مالته يكون بطيء في معدل بطيء، لأنه انقسام البكتيريا أو الملتبليكيشن مالتها تقريبا كل 30 ساعة. ولذلك البنسلين طبعا ما يخرب الجدار، البيتا لاكتام ما يشتغل الا لما يتكون البيبتيدو جلايكان. عمليه تبديل البيبتيدو جلايكان تاخذ بين 30 ساعه يعني البكتيريا حتى تنقسم، ولذلك هو بطيء الفعاليه. البكتيريا هاي ما اظهرت مقاومه للبنسلينات، خصوصا في اللي يعني اللي سبب لنا مرض السيفلس، ما اظهرت مقاومه للبنسلينات. الجينوم مالتها او الدي ان اي مالتها، تريبانوسوما باليديوم، الجينوم مالتها هو كروموسوم دائري، البيس بير مالتها بحدود 1,100,000 بيس بير، هو تقريبا صغير بالنسبة للحجم البكتيريا. معظم انواع البكتيريات بيها فتشي يسمونه ترانسبوزابل اليمنت، قافزات، العناصر القافزة اللي تقفز من كروموسوم اللي كروموسوم ثاني. هذه التريبانو باليديوم ما بيها هذه الصفة، ولذلك هي الدي ان اي مالتها جدا محافظ على شكله اللي على مدى السنين، يسمونها هايلي كونزرفاتيف او كونزرف، جدا محافظ او عالي التحفظ. وهذا اللي يسبب اللي يعزي له انه هي حساسه للبنسلين. هناك عده جينات داخل البكتيريا، منها لانتاج الطاقه، ومنها لتصنيع المغذيات، ومنها لاستغلال خلايا المضيف العائد او تدمير خلايا انسجه المضيف العائد. التراكيب الانتيجينيه تريبانوما باليديوم قلنا ما نقدر نزرعها خارج العائل او خارج الخلية، بس احنا نعرف انه مستضداتها الموجودة عندها هي الاوتر ممبرين مالتها اللي يحيط بها بالبيربلازميك، وهذا يتكون من بابتيدو جلايكان سايتوبلازميك ممبرين كومبلكس، معقد جدار السيتوبلازمي واللي يحوي على ممبرين بروتين. هاي الممبرين بروتين بيها ليبيد دهن، وبي نهاية أمينية أو حامض أميني. الليبيد تسوي أنكر للبروتينات وتخلي البروتين يعني تشبك ويا البروتينات، تخليها بسطح السيتوبلازميك اوتر ممبرين مال البكتيريا، بحيث تمنع نفوذ الانتيبايوتيك الى داخل الخليه. ايضا عندنا الاندوفلاجيلا، هذا موجود بها التركيب ايضا مستضد، و التريبانوسوم باليديوم هي لها القدره على انتاج الهالورونودينيز اللي يكسر الهالورونيك اسيد في خلايا العائل، ويساهم في عملية الغزو أو غزو البكتيريا للجسم. الإمراضية
والكلينيكال فايندينج طبعا هنا بالمنهج مش شارحين السفلس. السفلس هو نوعين، اكوايرد سفلس وكونجنتال سفلس، يعني اللي مكتسب والولادي او اللي الام تنطيه للطفل. بالنسبه للاكوايرد، الاكوايرد هو يا اما ينتقل عن طريق السكشوال كونتاكت، الاتصال الجنسي، او التقرحات الموجوده بالطبقه المخاطيه للجينيتال او التماس بها، يعني العاملين بتماس، او عن طريق نقل الدم وهو جدا نادر، يعني البكتيريا تبقى بالدم مده 24 ساعه في درجه حراره 4 مثل ما مر علينا. السفلس هو 3 انواع. النوع الاول لما تصيب بعد الاتصال الجنسي او احدى العمليات هذه، يظهر وجود تشنكر خلال 6 اسابيع بعد، وهو تشنكر او حبيبه موجوده على الجينيتال اريا في منطقه التناسليه، تختفي هذه بعد 6 اسابيع غير ذات الم، يعني ما تسبب الم وغير ذات اخراجات، تشنكر صلب يختفي اذا ما رجع الطبيب واذا ما عالجه، يختفي البكتيريا تدخل الى مجرى الدم، تدخل في الطور الثاني يسمونه secondary phase of syphilis، وهذا secondary phase انه البكتيريا تبدي تخرب داخل الدم، ممكن ان نلقاها يعني داخل الدم البكتيريا، وتسبب ظهور خراجات او زوائد لحميه في منطقه الجينيتال، او خراجات في منطقه الجينيتال نسميها coliform، يعني تشبه القرن الابيض، هذا ايضا تختفي خلال 6 اشهر. اذا ما تعالج ايضا البكتيريا ممكن انه تتطور وتروح للقنوات الليمفية او الاعضاء الاخرى، تسبب بها السفلس الخطير او النوع الثالث، اللي هذا ممكن ان يظهر بعد 10 سنوات من الاصابة. طبعا تقريبا 10 الى 20% هم من الاشخاص يشافون من هذا المرض تلقائيا، ولكن احنا تستمر ممكن ان تظهر الحالة بعد 10 سنوات في السفلس الثلاثي. اتريبا منوما باليديا ممكن ان تخترق الميوكوزا ممبرين، وممكن ان تخترق الابيديرمس الموجودة، طبقة الابيديرمس موجودة بالجلد. واعتمادا على تجارب خاصة انه زرقة والسفلس في الرابط تيستيكولز، الاعضاء التناسلية للرابط، 4 الى 8 سبايروكيتات ممكن انه تسبب الاصابة. النوع الثاني اللي هو الكونجنشال سيفلس، هذا الام الحامل ممكن انه تطور او تنقل التريبانوما باليديوم للفيتس الجنين عبر المشيمة في الاسبوع بين 10 وبداية 10 ونهاية 15 من الحمل، الاسابيع 10 و15 من الحمل، وهذا الجنين ممكن ان يموت او يصير له اجهاض او يولد ميت. اذا ولد فراح تكون عنده هو عابر راسا للسكندري سيفلس او يسمونه كونجنتال سيفلس، هذا اللي راح تكون عنده سكن راش، طفح جلدي، وانترستيشال كارايتس، يعني العين ممكن انه يصيبها، قرنية العين يصيبها العمى، او الهيتشون تيث، الاسنان اللي تكون مكسره، اسنان الطفل مكسره ب تشبه اسنان الفامبايرز. السدل نوس انه يكون خشمه الطفل يشبه سرج الحصان، والبيروراي بيرويستايسيس اللي هو التهاب السمحاق او العظم في مختلف جسم الانسان، او قد تصيب هذا الطفل او قد تصيب بالجهاز العصبي وتسبب له ابنورماليتي، يعني منها ممكن ان يسبب له خرف او غيرها.
تشخيص المختبر العينات ممكن اخذها من السوائل النسيجية او من اسطح التقرحات الموجودة الشانكر واشوفها بالدارك فيلد مايكروسكوب او الليميون انفلوريسنت فقط، او ممكن ان نسوي العينات بي سي ار نيوكليك اسيد امبليفيكيشن. البلاد ممكن اخذ منه سيرولوجيكال تيست اللي هو انتي بودي انتيجين رياكشن. السي اس اف هذا ممكن انه يفيدني في فيرينال ديزيز ريسيرش لابوراتوري في دي ار ال تيستينج، هذا يعتمد يلقى المستضادات الخاصه بالبكتيريا. الدارك فيلد اكزامينيشن هذا مجرد تاخذ قطره من النسيج من مستخرجات النسيج او التقرحات الموجوده وتسوي منها طبقه خفيفه وبعدين تفحصها تحت تخلي لها اويل تخلي لها مده 20 دقيقه وبعدين تشوفها بالدارك فيلد تشوفها طبعا متحركة سبايركيت متحركة. طبعا هذا الدارك فيلد المفروض ما اسوي للتقرحات او ما اخذ التقرحات الماء موجودة الشنكرات موجودة بالأورال كافيتي يعني بالفم، لان اكو عندنا تريبانوسوما هي تعيش بصورة او سبايركيت تعيش بصورة حجرزونيات تعيش بصورة كمانسل متعايشة في الفم. ممكن انه تريبانوسوما تختفي من التقرحات خلال بضع ساعات من المعالجة بالانتبايوتك. الاميون فلوريسنت نفس الشيء، هذه الخراجات اخليها على الجلاس لايت واجففها هنا بهاي الحالة ما اخلي لها ما خلي لها زيت واوديها للمختبر يصبغونها بصبغة الاميون فلوريسن، وهاي الاميون فلوريسن معلمة بفد شي يسمونه انتي تريبانومال انتي بادي، ولما تفحصها هذا راح يطلع لك اضاءة او فلوريسن تظهر بالبكتيريا. السيرولوجيك تيست فور سيفلس عندنا نوعين من الاختبارات المصلية اللي مذكورة بهذا بالمنهج اللي هو نن تريبانومال تيست وتريبانومال انتيبادي تيست. النوع الثاني التريبانومال تيست هذا يقيس للانتيبادي اللي موجودة ضد انتيجين تريبانوما باليديا. اما الاول فيقيس لي النون تريبانومال تيست، هذا شيء يقيس المواد او تخرب الانسجه اللي طالع داخل الجسم نتيجه وجود البكتيريا، او طبعا هذا جدا شائع في تحديد السفلس لما اسوي سكرين. و هو تكلفته جدا رخيصه وأيضا يساهم في عملية أن نشوف العلاج إلي أنطدورة أو لا. طبعا البكتيريا من تدخل وتسبب التيرشيري أو النوع الثالث من السيفلس أو المرحلة الثالثة من السيفلس تبدأ تخرب بالأنسجة ناتج تحطم الأنسجة، هذا ممكن أكشف عنه بالنانو تريبانومال تيست. قلنا النوع الثاني هو تريبانومال انتيبادي تيست يعتمد على وجود الانتيبادي اللي ضد الانتيجينات الخاصة بهذه البكتيريا، والنتيجة الموجبة من الفحص الأول ممكن أن تكون سالبة أو موجبة للفحص الثاني true positive or false positive، يا اما صحيحه او غير صحيحه. شكرا جزيلا لكم.